النساء تتعرض للعنف في داخل الأسرة، ممكن إذا كان العنف واصل مرحلة معينة بالضبط، إذا واصل لمرحلة معينة ممكن توديها بالذات الآن، بدها نشتغل على اليوم مجتمعين كطاقم صحة مجتمعية ولجان عمل مجتمعي لنتعرف على أدوار والأسباب المؤدية للعنف المبني على النوع الاجتماعي. وهون بنحكي عن العنف المبني على النوع الاجتماعي لا نعني فيه المرأة فقط، كل أفراد المجتمع ممكن يكونوا معرضين لهذا العنف لأنه له علاقة بالدور المجتمعي الملقى عليهم. صراحة مهم جدا هذا التدريب خاصة للمقدمي خدمات الصحية، لأنه النساء سبب المشروع، زي ما بنحكي دائما سبب المشروع للنساء للتوجه لطلب الخدمة هو بيروح للقطاع الصحي غالبا، فهم هدول الناس اللي بتعاملوا أو مقدمي الخدمات الصحية هم الواجهة الأولى اللي تستقبل النساء المعنفات في الغالب، فمن هون لازم يكون عندهم علم ودراية بمفهوم العنف، بأنواع العنف، مؤشرات العنف، بكيفية الاستجابة والتدخل مع النساء المعنفات، وين الأماكن والمؤسسات اللي ممكن يحولوا إلها. هل إحنا دورنا كرجال وتعزيز ثقة المجتمعات فينا وكمان تعزيز لجاننا ومتطوعينا في كيفية التعامل مع حالات العنف، حث الناس على عدم الاختفاء وراء السواتر، نقوم بمحاولة علاجها ومتابعتهم ميدانيا والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي القادرة على حل هذه الإشكاليات. دورنا اليوم إحنا كطاقم نعمل في المجتمعات المحلية نتعرف على الأسباب المؤدية إلها، لأنه إحنا دور الأساس الموجودين فيه بالمجتمعات زيادة التوعية المجتمعية نحو الأسباب اللي بتؤدي لزيادة العنف المبني على النوع الاجتماعي ومناهضته بسلوكياتنا ومبادئنا.